ولن بداية كمنسق اللجنة الوطنية لتضامن المطالبة بإطلاق سراح مصطفى الحسناوي، أجدد تاني الحارة إلى السيد مصطفى الحسناوي وإلى أسرته وإلى الحركة الحقوقية التي انخرطت في اللجنة وكذلك التي تعاطفت مع قضيتي وتابعت هذه القضية. وهذا اللقاء التواصلي الذي ارتأت اللجنة أن يكون آخر نشاط لها، حاولنا من خلاله تجديد تسليط الضوء على قضية مصطفى الحسناوي التي اعتبرنا فيها منذ الأول أنه كان هناك توظيف سيء للقضاء لتصفية الحسابات مع السيد مصطفى الحسناوي بسبب ما عبر عنه من آراء ومواقف تخالف التوجهات الرسمية في هذا البلد على مستويات متعددة. وكذلك أننا اعتبرنا منذ البداية أن قضية السيد مصطفى الحسناوي هي قضية معتقل رأي، وأنه تم اعتقال أن اعتقاله اعتقال تعسفي، وأن عمل اللجنة بالإضافة إلى مجهودات أخرى مبذولة في هذا الاتجاه توجت بصدور قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي اعتبر يوم 17 يناير 2014 الذي اعتبر اعتقال السيد مصطفى الحسناوي اعتقالا تعسفيا، وطالب السلطات العمومية بضرورة الإفراج عنه فورا وتعويضه عن كل الأضرار التي لحقت به. ونحن اليوم في هذا اللقاء ذكرنا بهذا القرار ونبهنا إلى ضرورة الاستجابة كذلك إلى قرارات فريق العمل الأمم المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص قضاء معتقلين آخرين ما زالوا موجودين إلى حدود اليوم في السجون المغربية، وهي مناسبة نطالب بضرورة إطلاق سراحهم فورا بسبب أن فريق عمل الأمم المعني بالاعتقال التعسفي يشتغل فيه خبراء قانونيون حقوقيون دوليون، وبالتالي قراراتهم تكون دائما لها الجدية والمصداقية ومصدرها الكفاءة الحقوقية اللازمة. إذن فإن كنا قد أسدلنا الستار اليوم على قضية مصطفى الحسناوي بالمغرب، فإننا لا نتمنى أن تتكرر مثل هذه الحالات، يعني أن يتم الإجهاز وإيداع من يعبر عن رأيه بخصوص قضايا سياسية معينة داخل السجن، وأن يتم توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع كل الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة في هذا البلد مواقفها وتوجهاتها الرسمية. طيب، أولا كنتوجه بالشكر للموقع هويا بريس والطاقم القائم عليه، الصراحة الموقع اللي ساندني في هذه المهنة ديال طيلة 3 سنوات ولم يتوانى ولم يتراجع منذ أولى الأيام ديال الاعتقال ديالي. كانت الفترة ديال الاعتقال قاسية وصعبة جدا، يعني تلقيت معاملة نقدروا نقولوا أنها كانت معاملة من نوع خاص، ما عرفش ربما لتوصيات أو ربما لملفي ربما الحساس الله أعلم. فكانت تجربة مريرة جدا، فيها كثير من المعاناة، فيها كثير من الحرمان من الحقوق، والشيء اللي قابلته أنا بواحد الصمود وبإصدار بيانات متعددة وكثيفة بلغت ربما بمعدل بيانين كل شهر طيلة مدة 3 سنوات. للأسف الشديد هذه الكثافة ديال البيانات ما تفاعلوش معها كثير من الجهات سواء الإعلامية أو الحقوقية خارج المغرب، ما تفاعلوش معها بالشكل اللازم، رغم دخول جهات أجنبية على الخط إعلامية كقناة الجزيرة أو قناة فرانس 24 أو قناة العالم أو كذلك التقرير ديال فريق العمل الأممي. فرغم هذه التحركات إن صح أن نسميها دولية، إلا أن التفاعل داخل المغرب بقي ضعيفا إلى حد ما. لكن عموما هذه محطة من المحطات ديالي اللي غادي نحاول نشوف فيها الجوانب الإيجابية، غادي نشوف التجربة وغادي نشوف على المرارة اللي دوزها. فهذه محطة الآن تطوى ونستقي من الدروس والعبار، والان نحن في مرحله جديده كنوعد فيها القراء والمتابعين باستمرار على نفس نهج الكتابه الصادقه والحره. هذه اللحظه هي لحظه فرح، لان الخروج ديال السي مصطفى الحسناوي بعد قضائه مده ديال 3 سنوات ديال السجن في قضيه اللي تفتقر الى ابسط المقومات ديال القضية الجنائية حتى يمكن أن نقبل الحكم الذي قضاه، ولكن هو قضى هذه العقوبة بجميع الألوان
التعسفات التي كان يعاني منها داخل السجن. هنيئا له بمعانقة الحرية، ونتمنى أن يكون هذا مصير كل مظلوم في هذا البلد، وكل شخص تمت إدانته ظلما ويقبع الآن داخل السجن، أن يعانق الحرية، وأن تكون هناك قطيعة مع مثل هذه السلوكات. غير مقبول الآن أن نسمع أن شخصا يحاكم من أجل رأي معين أو نظرا لكونه يحمل قلما ويكتب حول موضوع معين ويكون مصيره السجن. هذه السلوكات لا 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 أثر لها في المجتمع إلا أثرا سلبيا، ولا يمكن أن تبني لنا فيما بعد مجتمعا متوازنا. أتمنى للسي مصطفى الحسنوي أن يواصل نضاله كما كان، من خلال القلم، من خلال الرأي، من خلال التعبير عن آرائه بحرية وبكل شجاعة، وشكرا.